أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس مرحلة اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الأسبوع الثامن في وحدة جديدة بعنوان أنا مبدع، فأهلا وسهلا بكم. كنا قد تناولنا في الوحدة السابقة مفاهيم خاصة أو تتعلق بالثقافة culture وكانت بعنوان أنا مثقف. الآن سننتقل إلى مفهوم آخر وهو الإبداع. وحدتنا ستتناول مجموعة من النصوص المقروءة بعنوان أنا مبدع، سأقوم بالتطرق لها الآن. إذن المفهوم الرئيسي المتصل بهذه الوحدة هو الإبداع. أعزائي الطلاب، كما ترون الإبداع له صور وحالات مختلفة، فقد تبدع في الرسم، قد تبدع في التمثيل، قد تبدع في القراءة والتعبير والكتابة. هذه الإبداعات سنقوم بالتطرق لها من خلال دراسة مفاهيم الوحدة، فقد نمثل النصوص المقروءة وقد نرسم أحياناً، فإبداعاتكم ستتجلى واضحة من خلال المهمات الصفية والبيتية أيضاً التي ستقومون بها. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذا لاحظ عزيزي الطالب أنك بإبداعك ستوصل رسالة إلى المجتمع الذي تعيش فيه، قد تكون هذه الرسالة هادفة وقد تحقق إن شاء الله هدفا معينا قد نريد أن نوصله للآخرين. الموضوع الأول الذي سنتطرق له هو الدرس التاسع، فهم المقروء بعنوان لبيب وتعليمات الطبيب. لابد أن عنواننا هادف تعليمات الطبيب، إذن علينا التقيد بما يقوله الطبيب، هذا من الوهلة الأولى، ولكن قد يكون هناك سمات أيضا مشتركة إضافة إلى هذه السمة سنتعرف إليها بعد أن نقرأ الحوار الذي دار بين الشخصيات الموجودة في القصة. سنتعرف على أبرز المفردات الجديدة فيها وسنستخدمها أيضا في تعبيرنا. دعوني أقرأ لكم مثالا: كيف حالك يا بني؟ ما بك؟ تبدو مريضا. استخدمت أسلوب الاستفهام: أنا أسعل وأشعر بالبرد يا أمي. هل يؤلمك حلقك؟ نعم، وأشعر بصعوبة في البلع. يجب أن تزور الطبيب ليعالجك. سأبدل ملابسي وأستعد للذهاب. عليك أن تكثر من شرب السوائل الساخنة. أشكرك أيها الطبيب، وسنحرص على اتباع تعليماتك. أحضرت لك حتى أن ساخنا يا بني. أشكرك، الحمد لله، لقد بدأت أتحسن يا أمي. إذن هذا الحوار سنمثله من خلال شخصية طبيب، شخصية أم، وشخصية الولد المريض، وسنقوم بالتطرق إلى أبرز النصائح التي يمكن أن نقدمها للشخص المريض، وسنمثلها من خلال استخدام الأساليب الموجودة في الدرس. الحساء بارد، لماذا لم تأكل طعامك يا لبيب؟ لست جائعاً ولا أريد أن آكل. هل تريد أن يشفى حلقك وتؤلمك أسنانك يا لبيب؟ آسف، أردت أن أعد الحلوى فأكلتها. إذن لاحظ أنه ضر نفسه أيضاً بتناول الحلوى، وهذا أيضاً ما سنناقشه وأنتم تقومون به أيضاً باستمرار، تبتعدون عن الأطعمة الصحية وتذهبون إلى الأطعمة التي تضر بالصحة. كما ترى فإن هناك أيضاً أسئلة متصلة بفهم المقروء، ثم بعد ذلك سنتعرف على قضايا مختلفة، منها تنوين الفتح، منها الحروف المتشابهة، منها المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء كما ترى. هل تتذكر أيضاً أدوات الاستفهام التي كنا قد شرحناها سابقاً؟ كيف وماذا وأين ولماذا؟ سنقوم بمراجعتها من خلال النظر إلى الإجابات وربط السؤال بالإجابة، فكيف دائما تدل على الحال، لماذا السبب، أين المكان، متى الزمان، ومن هو شخص، وماذا هو فعل.
أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعياً، وهكذا أكون قد انتهيت من أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وحب.